مرحبا فيكم من جديد مشاهدينا. يعني آراء الشارع شفناها سوا، نؤكد دائما على إعطاء الطالب مساحة لاختيار التخصص الجامعي. هلا بدنا نحكي عن الأبراج، كيف كل شخص بينتقم من الشخص اللي أذاه حسب برجه، ولازم نصبح على آلاء. صباح الخير. صباح الورد. كيفك؟ تمام، كيفكم أنتو؟ تمام الحمد لله. الحس الإجرامي عند كل برج موضوع كتير حلو وكتير شيق. بدنا نعرف طبعا كل واحد فينا قديش الحس الإجرامي عنده، كيف بنتقم هو مع من الأشخاص، صح؟ بالضبط. وشو بيدفع الموضوع على الانتقام كمان؟ في إجرام عند الحمل إشي؟ أكتر واحد على فكرة هيو علاقة. يلا خلينا نشوف معك. تفضلي. وبنقول مرحبا يا أصدقائي من جديد بفقرة الأبراج لليوم. مفتاحك هو برجك. اليوم موضوعنا بيحكي بخوف شوي، هو رعب شوي. بحكي عن الحس الإجرامي والانتقامي عند كل برج، وشو هو أسبابه اللي بتدفعه إنه مثلاً يعمل جريمة أو ينتقم. حتى على رأس أكيد قائمة الأبراج هي برج، هو برج الحمل عفواً. ما تتفاجأ إنه هو مجرم كتير كبير، ما تتفاجأ إنه حدا بقدر ينتقم بشكل فظيع وبشع كتير، لأنه الحمل أصلاً طبيعته عصبي وناري وعنده ثورة غضب يعني ما حدا بقدر يمسكه فيها. فلما تجي ثورة الغضب ببطل عنده أي كنترول يسيطر فيه، لا على العقل ولا على تفكيره ولا على نظره، فبتلاقيه عمل الجريمة هو مش حاسس على حاله. بعد لا يخلص ويقعد ويهدى ويصفن بحاله، هو لأنه الطفل وديع من جوا، بندم كتير إنه أنا ليش وصلت لهي المرحلة. بس هي مشكلته ثورة الغضب، لو يسيطر عليها وبالتهور وقتها أكيد أنا متأكدة ما رح يعمل أي جريمة، وبيشغل عقله الكبير لأنه هو عنده عقل بيوزن بلد اسم الله برج الحمل. ننتقل لبرج الثور. ما بتردد ابدا انه يعمل جريمه هذا البرج، ما بتردد ابدا انه يخطط ويعمل جريمه وينتقم. بس اللي اول شيء اللي بيعطيه قوه بانه يعمل جريمه هو خطواته البطيئه، خطواته المدروسه كثير. هو اصلا طبيعته حدا بطيء مش بسرعه بيتخذ قرارات، فبتلاقيه خطواته مدروسه كثير حتى بالجريمه. الشيء اللي بيدفعه انه يعمل او ينتقم هو انه حدا يوقف بطريق طموحه، بطريق هدفه. ممنوع حدا يقطع علي طريقي، بقتله وبكمل طريقي، ما عنديش اي مشكله، وبدم بارد كمان فظيع التور. بس هو معاه الصراحة يعني يخطط كل هالسنين ويتعب على حاله عشان طموحه يجي حدا يوقف طريقه، لا بنقتله. انت قال برج الجوزاء. برج الجوزاء هو الأقل إجراما على فكرة، انتو كتير مخدين عنه سمعة غلط. برج الجوزاء كتير حدا لطيف على فكرة، أنا مش معاه لأني عم بغاوز مع برج الجوزاء، بس هو فعليا هو برج لطيف، بس لسان بس حكي. مزاجيته اللي بتقلب تقين فصم فجأة وتحولت ملامح وجهه وتخاف منه، شو بتفكروا؟ بتفكروا انه هالحدا مجرم قاعد بخطط؟ لا، هو لا بخطط ولا عباله، هو مجرم فقط بحق نفسه مش بحق غيره. فحرام شيلوا السمع عن برج الجوزاء انه هو حدا منتقم او مجرم، انا مش مع ابدا. ننتقل لبرج السرطان. برج السرطان هو الرقم واحد على قائمة الأبراج في الانتقام والجرائم. لما عملوا الإحصائيات والأبحاث في السجون وفي الأماكن اللي كان فيها ناس انتقمت أو عندها إجرام، فهم الأكثرية كانت من برج السرطان والأبشع جريمة. أسباب بتدفع برج السرطان، أول إشي قبل الأسباب خلينا نحكي الطريقة. الطريقة إنك أنت ما بتعرف إذا بحبك ولا بيكرهك، هو غير متوقع، تلاقيه بضحك في وجهك بس هو داخليا في إشي تاني، عم بخطط، عم بيرسم. هلا كتير ناس عم تخاف مني لأنه برج السرطان. بتلاقيه هو عم بخطط للانتقام للجريمة بطريقة بشعة، بدم بارد وبقلب بارد كمان. أسبابه هي عاطفية، الغيرة، الشك. إذا شك في الشريك ممكن يقتله بدم بارد وبأبشع طرق بتتخيلها. فبتلاقيه مش سائل، عادي بيقتل وبيخلص جريمته بدون ما حدا يحس عليه لأنه هو حدا كتير هادي وما ببين عليه. بانتقالنا لبرج الأسد، شكلكم خفتوا من السرطان، خلص ما رح أكمل. بانتقالنا لبرج الأسد، قليل من الإجرام بما أنه هو بحب بس الأضواء. تخيلوا أنه في حدا ممكن يعمل جريمة أو ينتقم بس عشان أضواء الشهرة،
هو برج الأسد. لما عملوا الإحصائيات شو أسبابك يا أسد إنك ممكن تعمل جريمة أو تنتقم، بس للفت الانتباه، بس إنه عشان يعرفوا إنه أنا حدا قوي، إنه أنا هون عفواً أنا بقدر أمتلك المكان اللي أنا فيه ويكون لي اسم ومكانة ولقب فيه، فبتلاقيه عمل هاي القصة بس لمجرد إنه هو حب ينشهر. نعطيك الشهرة والأضواء بس بدون جرائم. ما بعرف، أنا برج الأسد غريب، هو الغريب على فكرة بالأبراج بهاي القصة. بنتي أنا لبرج العذراء الكاهن المحلل الأول في التخطيطات الانتقامية، بتلاقيه بخطط وبنفذ الجريمة وبخب الأدلة وبخب الجريمة كلياتها، وإنت مش حاسس ولا بتشم حتى ريحة، على قد ما هو حدا كتير ذكي كاهن عنده دهاء، بعرف كيف يخطط وكيف ينتقم، لكن مش بسهولة بياخذ قرار الانتقام أو قرار الجريمة لما يحس إنه خلص إجا وقته، وقتها بينتقم لأنه هو حدا برضه حكيم، وما بياخذ قرارات عن عصبية أو عن زعل. بنتي عالنا لبرج الميزان هو حدا حكيم، حكينا محايد عادل، في حالة واحدة ممكن يعمل جريمة فقط لينصف المظلوم. تخيلوا وين؟ يعني هو مستعد يقتل شخص لما يحس انه في لقباله مظلوم وعم يتاخد حقه وضعيف، فمستعد يقتل الشخص هاد لانه هو عم بتبلى على غيره، عم بحاول يظلم الناس اللي حواليه، فبتلاقي داخليا الميزان ما قدر يتحمل وقام وعمل الجريمة وانتقم، بس ما بيشعر بالسعادة أبداً برج الميزان إنه هو عمل هيك، بس اضطر عشان ينصر المظلوم. بانتقالنا لبرج العذراء العقرب. بانتقالنا برج العقرب برضه هو مثل السرطان، بيقتل بدم بارد، برضه هو كمان الأول على قائمة الأبراج بالانتقام. بتلاقيه بيقتل بطريقة خفية، أصلاً هو مشيته، لاحظوا على العقرب أو حدا برج العقرب، مشيته خفيفة رائعة هادية غير متوقع، ما بيحكي لك عن حياته عن أسراره عن خصوصياته، فبتلاقي حدا كتير رائع لدرجة أنه مستحيل هذا ينتقم أو يعمل إساءة لحدا. هو بنتقم بسبب إساءة الطرف الآخر، مثلاً برج العقرب ساعد حدا، قدم له كتير أشياء حلوة بحياته، قدم له كتير أشياء منيحة، فبتلاقيه أذاه أو ظلمه أو عمل معه فصل كتير مؤذي، فبتلاقيه عم برد الإساءة بالانتقام، ما بينسى الإساءة أبداً لأنه عنده شوية حقد برج العقرب، فبتضل بقلبه، وبتلاقيه انتقم وعذب الضحية بطريقة كتير بشعة. كمان بانتقالنا لبرج القوس، احنا بنشوف حدا هيك بامبي وكيوت ولذيذ، لا غلطانين، هو ملك الجرائم برج القوس، بس اللي خلاه اللي ما عفوا اللي ما خلاه انه يكون الاول على قائمة الابراج هو الاسباب اللي بنتقم فيها او الاسباب اللي بتدعيه لانه يعمل جريمة، هو السبب اللي بيعمل فيه الجريمة فقط لينفذ أوامر الزعيم أو رئيس العصابة معه لحتى هو بعد وقت ياخد هذا المنصب، يعني بقول له اعمل لي هاي الجريمة أو انتقم من هذا الشخص عشان أعطيك هذا المنصب، بس هذا اللي بيدفعه مش دوافع شخصية فيه أو عاطفية أو فيها أي شيء. بانتقالنا لبرج الجدي، هو بحسبها الانتقام أو الجريمة الحس اللي عنده نسبة وتناسب، بقول لك أنا شخص كتير ذكي عندي كتير دهاء، لما يجي حدا ينصب عليه، لما يجي حدا يستغله ويستخف بذكائه أو يحس إنه هو أذكى منه، هون ببلش يعمل أو يخطط للانتقام والجريمة، لأنه ممنوع حدا يكون أذكى مني، ممنوع حدا ينصب علي، ممنوع حدا يمر علي إشي أنا ما كنت متوقعه، لا أنا ذكاء كتير عالي فلا أنا بدأ أقتلك، أنت أذكى مني وقدرت تضحك علي، أنا بدأ أنتقم منك بسبب بس هيك، لأنه هو فكرياً أعلى منه أوسع منه فكرياً. بنتقلنا لبرج الدلو، هو البرج المثالي طبعاً الملتزم، هو الأقل إجراماً والأقل بالانتقام كمان، ما بحب يخطط للانتقام أو يفكر فيه، بس هو ما عنده هذا الوجه أصلاً، وما بحب إنه يمشي طريقة غير قانونية، بقول لك أنا حد كتير قانوني،
مش معقول يجي ينحكي عني انه انا غير مثالي، انه انا مش منصف مع الناس، ففش داعي على الانتقام، وانا ما بدي احمل بقلبي اصلا وبلهي حالي باشياء تانية وبنسى الاساءة اللي توجهت لي من هذا الشخص، فما بينتقم منه بعد وقت. بنهاية ابراجنا طبعا زي دايما هو برج الحوت. برج الحوت القلب الطيب الكيوت الناعم، لا هو مجرم كمان، هو بس مش بالقدر اللي انتم بتتوقعوا انه هو حدا كتير لطيف، هو مجرم كتير. اللي بيخلي عنده حس اجرامي هو الخيال اللي عنده، الخيال الواسع اللي عنده افق عالي بيخليه يخطط للجريمة او يعملها خطة مثل الافلام. يعني كيف بتشوف فيلم اجنبي وكيف الخطة اللي صارت، فبتلاقيه مثل الافلام وقاعد بيعمل الجريمة بقلب بارد. واغلب الاحصائيات اللي سووها في العالم لانهم خلل عقلي وانتقام هو من برج الحوت. ان شاء الله يا رب ما يصير لا جرائم ولا انتقام، ونكون كلنا صافيين قلوبنا على بعض وما نتعرض لاي اساءة من اي حدا. وبهيك بنكون خلصت فقرة ابراجنا لليوم، وبنشوفكم بالحلقات الجاي. الى اللقاء يا اصدقاء. الله يعافيكم. صفى هيك 90% من الأبراج عندهم حس إجرامي. أكيد. يعني نخاف من الكل. لازم. بس أنا أكثر واحد حبيته هو برج الحمل. يعني والله. عندك أنت الحس الإجرامي مليون. فظيع. شكرا لك. أنا مع شغلة الانتقام، مش بصفة الانتقام وبهذا المسمى، أنا مع إنه كل شخص يأخذ حقه. يا سلام. وما يتنازل عنه. صح. بس ما أخلي الانتقام هو شغل الشاغل وأترك حياتي عشانه. مزبوط كلامك صحيح. صح. يعني العفو عند المقدرة أحمد. بس مش دائما لازم يكون في عفو اذا كان الحق فعلا مستبد ومأخوذ. صح لحد معين. صحيح. لحد معين. انا اوقات بحس انه انا انتقامي بيكون ببعض الاوقات هو انسحابي. انا يعني هيك قراتها مره انه انت عاقب الشخص ما بعرف اذا توافقني الراي، يمكن احنا البنات شوي بنختلف بهذا الموضوع عن احمد. بعاقب الشخص اني انا احرمه من وجودي، من نعمة وجودي. هي قرأتها ولا جملة حبيتها. صحيح. أحرم من نعمة وجودي، هذا أحلى انتقام في الدنيا. اختفائك وغيابك. صحيح. شكرا لك. ألا عفو حبيبتي. ثانك يو. طيب مشاهدينا هلأ رح نطلع بفاصل وبعدها مكملين مع فقرة فيتامين لنحكي عن التغذية السليمة للحوامل. خليكم معنا.